في خطوة أكدت على نجاح حملة علشان تبنيها الداعمة لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية. شهدت الحملة خلال الساعات الماضية إقبالا شعبيا واسعا، حيث قام العديد من نواب البرلمان المستقلين والأحزاب وائتلاف دعم مصر تحت قبة البرلمان، وعدد كبير من الفنانين والإعلاميين ونجوم الرياضة والمحامين ورجال الدين بالتوقيع على استمارة الحملة، مؤكدين أن السيسي حماها وبناها، أي أنه لم يكتفي بالتفويض الذي منحه إياه المصريون ولا الثقة التي أولوها له ليحمي بلدهم مما تواجهه من مخاطر تخص سيادتها ووحدتها وسلامها الداخلية وكذلك أمنها القومي، بل اطلع بالبناء والتنمية والنهوض بعملية إصلاح ضخمة. يذكر أن علشان تبنيها قد أطلقت حملتها للمطالبة بترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل 2018، وطالبت جموع المصريين أن يملأوا الاستمارة من أجل مستقبل أفضل لمصر. وجاءت أهداف حملة علشان تبنيها واضحة، فالأسباب الرئيسية تطهير مصر من الإرهاب والمحافظة على الرياضة المصرية للمنطقة وإكمال مشروع التقدم، ومن أجل تعليم أفضل للطلاب في المدارس والجامعات، وأخيرا وليس آخرا القضاء على الفساد في المؤسسات.